الآن ندخل في بحثنا. وقفات مع توحيد التيمية الجسمي الأسطوري. أقول نتحدث الآن عن التوحيد التيمي، عن توحيد التيمية الجسمي الأسطوري المشبه المجسم المعطل الذي لا مثيل له، وسيكون لنا وقفات كثيرة معه، ويكون الكلام في أساطير تحت عناوين مختلفة. أسطورة أولى، أسطورة واحد، أسطورة أولى. كل أسطورة نحاول أن نعطي لكل أسطورة عنوانا، وأيضا ربما تمر علينا بعض الأسطورات يكون فيها نفس الأسطورة لها عنوان، وفي داخل الأسطورة يوجد عناوين أخرى. إذن عندي أسطورة أولى: الله شاب أمرد جعد قطط صححه تيمية. تحت هذا العنوان إذن أسطورة أولى: الله شاب أمرد جعد قطط صححه تيمية. أقول دون الانجرار إلى سجال ومغالطات سقيمة عقيمة ولقطع الطريق على الأسلوب الالتقاطي التشويشي التيمي، أقول إن كلامي في هذا المقام عن تصحيح الشيخ ابن تيمية الحديث وليس عن شيء آخر. في هذا المقام في هذه الأسطورة الأولى هذا حديث، هل صححه ابن تيمية أم لم يصححه ابن تيمية، كلامي عن الحديث عن تصحيح الحديث. إذن أقول إن كلامي في هذا المقام عن تصحيح الشيخ ابن تيمية للحديث وليس عن شيء آخر، فهل صحح التيمية الحديث أو لا؟ هذا هو مورد الكلام. قال ابن تيمية: فيقتضي أنها رؤية عين، هذا كلام مقتبس، فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. أين هذا المصدر؟ من أين هذا الاقتباس؟ من بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية الجزء السابع في صفحة 290 طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1426 في 1426 هجري بالمدينة المنورة. إذن كلامي عن هل صحح ابن تيمية هذا الحديث أو لم يصحح هذا الحديث، أتيت بهذا المقتبس. يقول هذا بغض النظر عن الكلام السابق واللاحق، لا أحتاج هذا، يكفي هذا الاقتباس في الحديث في هذا المورد عن أنه هل صحح هذا الحديث أو لم يصحح هذا الحديث، لماذا أتى بهذا الحديث، ماذا يقصد بهذا الحديث، على من يريد أن يرد في هذا الحديث، هذا بحث آخر. الآن هل هو صحح هذا الحديث أم لم يصحح هذا الحديث؟ التفت إلى العبارة. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، يقول: فيقتضي أنها رؤية، يتحدث عن رؤية، يناقش الرؤية، يناقش رؤية ما. يقول: فيقتضي أنها رؤية، هذه الرؤية يقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث، لاحظ رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال. الآن رؤية عين أو ليس برؤية عين، هذا أيضا ليس محل النقاش كما قلنا قبل قليل، ليس محل النقاش في هذه الأسطورة الأولى. إذن يكفي أن نأخذ هذا الكلام. يقول: فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح، كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا قال؟ قال الحديث الصحيح. هل يحتاج إلى بيان؟ هل يحتاج إلى برهان؟ هل يحتاج إلى دليل؟ هل يحتاج إلى أن نبين ونوضح ونفهم؟ المتلقي السامع العاقل الإنسان المنتمي إلى بني البشر، هل يحتاج إلى أن نبين بأنه، هل نقول له كيف أن ابن تيمية يصحح هذا الحديث؟ كيف نثبت لك أنه يصحح هذا الحديث؟ كيف نوضح لك أنه يصحح هذا الحديث؟ هذا كلام ابن تيمية. يقول: كما في الحديث الصحيح
المرفوع عن قتادة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. وطبعا معنى حتى أيضا أنا يعني أذكر لكم ونفهم المقصود من الحديث. الأمرد يعني شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته، شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته. إذن هذا الحديث الذي يصححه ابن تيمية ما هي المعاني التي يدل عليها؟ ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ يقول يدعي في هذا الحديث، يدعي أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت ربي النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم عما ينسبون إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة شاب، في صورة شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته، له وفرة، له شعر مجتمع على الرأس أو شعر مجتمع، هذا الذي يجاوز شحمة الأذن، إذن له وفرة، له شعر مجتمع على الرأس، وهذا الشعر جعد أي منقبض ملتوي، نحن نقول عنه أجعد، له شعر مجتمع على الرأس وهذا الشعر منقبض ملتوي وليس بطويل، قطط أي قصير أو ليس بطويل. إذن أقول ابن تيمية يصحح حديث أن الله صورته شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته وليس بأصلع، بل له شعر مجتمع على رأسه ليس بأصلع ليس بأقرع، بل له شعر مجتمع على رأسه، بل له شعر مجتمع على رأسه، وأن شعره قصير جعد منقبض ملتوي، وأن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الله ربه على صورة ذاك الشاب الأمرد الجعد القطط. قال تيمية شيخ الإسلام: كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة. أقول فهل يوجد إنسان يمتلك ولو الحد الأدنى من العقل والفكر يقول أنه لم يصحح الحديث؟ لمن يقول بأنه لم يصحح الحديث فأتركوه، لأن هذا ليس بعقل، ليس ببشر، هذا لا يحتاج الكلام.